بنات الفنانة المصرية زبيدة ثروت يظهر لأول مرة، لن تصدق من هم بناتها ملكات في الجمال، ومنهم سنين يعمل في مجال الفن. الفنانة الراحلة زبيدة ثروت هي نجمة من نجمات الزمن الجميل، جمالها كان ساحرا، عيناها الخضروان وملامحها الرقيقة الناعمة تعبر عن نجمة سينمائية مختلفة عن باقي نجمات زمانها. نجوميتها ما زالت في ذاكرتنا، لن ننساها أبدا. فمن منا يستطيع أن ينسى حبيبة عبد الحليم في فيلم يوم من عمري، والفتاة الوطنية التي ساعدت حبيبها في فيلم في بيتنا رجل، والزوجة التي خانها زوجها مع صديقتها في الحب الضائع، وحبيبة فريد الأطرش في زمان يحب. واستطاعت زبيدة ثروت بجانب جمالها أن تؤدي جميع الأدوار بنجاح وتكون نجمة من نجمات الصف الأول، بمجرد أن ظهرت كوجه جديد في أول أفلامها الملاك الصغير. وفي أواخر السبعينيات وفي عز نجومية الفنانة زبيدة ثروت، شعرت بالحنين إلى الاستقرار العائلي وعاشت دورها كجدة لأول حفيدة لها، وابتعدت عن السينما والساحة الفنية وظلت بعيدة عن الحياة الاجتماعية بالرغم من جمالها، لكي تظل كما هي في أعين جمهورها الذي أحبها وعشق جمالها وفنها، حتى رحلت عن دنيانا في عام 2016. للفنانة زبيدة ثروت 4 بنات، وهم بالترتيب: الكبرى ريم، تليها رشا، ومها التي كانت تعيش في أمريكا مع زوجها ورحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، والرابعة قسمت وهي أصغر بناتها من زوجها المنتج صبحي فرحات الذي تزوجته في أوائل الستينيات، وتم الانفصال والطلاق بعد 8 سنوات، أي في أواخر الستينيات. رشا فرحات ابنة الفنانة زبيدة ثروت التي لا تعمل حاليا، حيث كانت تعمل قبل زواجها في المجال المصرفي، ومتزوجة من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الأديب إحسان عبد القدوس منذ أوائل التسعينيات، ولديهما ولدان. اعتزلت الفنانة زبيدة الفن خلال فترة السبعينيات، حيث قدمت آخر عمل لها في مسرحية عائلة سعيدة جدا، كما توجت بلقب ملكة جمال الشرق وفقا للمسابقة التي أقامتها مجلة الجيل، بالإضافة إلى حصولها على لقب بين أجمل 10 وجوه في السينما، وهي صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية والعربية. وعن مصادرة أموالها، قالت النجمة زبيدة ثروت في آخر لقاء إعلامي لها في برنامج واحد من الناس مع عمرو الليسي، إنها تنتمي للأسرة المالكة، وتمت مصادرة أموال والدتها بعد ثورة يوليو عام 1952، وقالت: جدتي هي ابنة السلطان حسين كامل، وكان اسمها زبيدة حسين كامل. وأضافت: عندما قامت الثورة كان عمر 12 عام، وقاموا بإخراج اللواءات الكبار للمعاش، وكان من بينهم والدي وعمره 40 عاما. كما تمت مصادرة كل أموال أمي، لدرجة أنهم أخذوا آية الكرسي من السلسلة التي كانت ترتديها أمي في ذلك الوقت. ورحلت الفنانة زبيدة ثروت عن عالمنا يوم 13 ديسمبر عام 2016 عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بسبب شراستها في التدخين. وأوصت الفنانة زبيدة ثروت عائلتها في أيامها الأخيرة أن يتم دفنها إلى جانب حبيبها الراحل عبد الحليم حافظ، وأكدت أن العندليب الأسمر لو كان تقدم للزواج منها كانت وافقت على الفور رغم رفض والدها للأمر. أزواج الفنانة زبيدة ثروت: تعتبر الفنانة زبيدة ثروت من أكثر الفنانات اللي تزوجن على مدار مشوارهن، وقد تزوجت الفنانة زبيدة ثروت 5 مرات. أول أزواج الفنانة الراحلة كان الرياضي الشهير إيهاب الغزاوي، ولكن الزواج لم يستمر طويلا، لتتزوج بعد ذلك من المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت زبيدة من فرحات بناتها 4، وهم ريم ورشا ومها وقسمت، وذلك أعوام 1962
و 1964 و 1965 و 1967 على التوالي. بعد ذلك تزوجت الفنانة الراحلة من المهندس ولاء إسماعيل، ثم تزوجت من الممثل عمر ناجي، وكان آخر أزواجها هو الكوافير اللبناني نعيم. وصية الفنانة زبيدة ثروت التي لم تنفذ وحبها لعبد الحليم حافظ. صرحت الفنانة زبيدة ثروت في حوارها الأخير إنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ وبعد اعتزالها الفن، حيث قالت زبيدة ثروت: عبد الحليم حافظ أحبني بجنون، وكان يخلق جو من السعادة والمرح لكل من حوله، وكان الجميع يحبه، وكان إنسانا متواضعا إلى أقصى درجة ويمتاز بالكرم الكبير، ومهما تحدثت عنه لن أنتهي، وذكرياتي ومواقفي معه تحتاج إلى كتاب كامل، وهو لم يمت فهو باقي بأعماله الخالدة وما قدمه للسينما المصرية والفن العربي. كانت الفنانة زبيدة ثروت قد اتخذت قرارا بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشت هناك لفترة، لكنها عادت مرة أخرى إلى مصر. ولدت الفنانة زبيدة ثروت في 14 يونيو عام 1940، وهي من أصول شركسية. والدها كان ضابطا، أمها حفيدة السلطان حسين كامل. زبيدة هي ثاني شقيقتها التوأم حكمة وأخت صلاح والتوأم علاء وكمال. شاركت في مسابقة ملكة جمال الشرق التي أقامتها مجلة الجيل، ومسابقة أجمل 10 وجوه للسينما التي أقامتها مجلة الكواكب المصرية، وفازت الفنانة باللقبين. اختارها حسين حلمي المهندس لجمال عيونها، ومثلت مع الفنان يحيى شاهين في فيلم الملاك الصغير، ولقبها بصاحبة أجمل عيون في السينما المصرية. درست الفنانة زبيدة ثروت بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاء لجدها الذي كان رافضا لفكرة دخولها إلى عالم الفن، وهددها بالحرمان من الميراث رغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله، خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية. ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني. نساء في حياتي وشمس لا تغيب مع الفنان كمال الشناوي، وآخر عمل شاركت فيه قبل اعتزالها مسرحية عائلة سعيدة جدا في عام 1956. كان أول فيلم سينمائي للفنانة زبيدة ثروت هو دليلة، والتي ظهرت فيه لبضع دقائق مع الفنانة شادية والفنان عبد الحليم حافظ، كما اشتهرت بفيلم يوم من عمري مع العندليب، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية، كما قدمت مع رشدي أباظة وهند رستم